طيب عندنا كمان الحقيقة تقرير النهاردة مميز جدا عن رياضة هي طبعا كرة قدم في الأول والآخر شيء ما بين، لكنها الحقيقة واحدة من بصمات المصريين المرتبطة بكرة القدم. ومعانا النهاردة واحد من الفلتات، يعني إذا جاء إنجاز التعبير أنت بتتكلم على مهارة استثنائية على واحد يعتبر من أساطير لعبة كرة القدم ولكن خارج المستطيل الأخضر. إيه القصة وإيه الحكاية؟ هتعرفوها معانا النهاردة في السادسة. خلينا نبدأ حلقتنا بكلمة كابتن محمود الخطيب اللي النهارده كان بيكرم فريق الباسكت، الرجال اللي أسعدنا الحقيقة وأسعد مصر كلها بالتتويج وبالفوز ببطولة غالية جدا، غالية جدا؟ غالية جدا، لأنها زي ما قلت لكم امبارح وأنا ببارك للفرقة تمنعت على الأهلي في ثلاث مناسبات، 91، 99، 2001، وصل الأهلي لفاينل البطولة العربية ولم يتمكن من التتويج. دولاب بطولات النادي الأهلي العظيم كان خالي من كأس البطولة دي، الكأس اللي أحرزها رجالة الأهلي للباسكت واللي كانوا الحقيقة يستحقوا تكريم يليق بيهم، وده اللي عمله الحقيقة مجلس الإدارة وده اللي عمله كابتن محمود الخطيب. كرم الفريق النهاردة، اتكلم على المشوار واتكلم على أنه أي لاعب في نادي الأهلي بمجرد ما بيحقق بطولة بتبقى مش النهاية، بتبقى بداية مشوار جديد. اتكلم على انه المطلوب منكم طبعا، وده منهج عمل النادي الاهلي، فكره انه التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن المطلوب منك قمه الاجتهاد، قمه التركيز. الفارق بين الاهلي وبين اي حد تاني زي ما بيقول الخطيب، زي ما قال بيبو، هو الروح والقلب. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب، وحضراتكم طبعا بتتابعوا جزء من تكريمه لنجومنا سواء الجهاز الفني او لاعبي فريق السله رجال اللي حققوا بطولة العربية للأندية. نشوف كلمة كابتن محمود الخطيب ونرجع مع حضراتكم نبدأ حلقتنا. السادة أعضاء مجلس الإدارة، السيد مدير النشاط الرياضي، الفريق الموقر الجميل، ألف مبروك. وطبعا مجلس الإدارة في الحقيقة كان حريص على تكريم هذا الفريق اللي حقق إنجاز وهو الفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. وبنستأذن كابتن محمود في بداية هذا التكريم انه شرفنا بكلمة للفريق وفي وجود اعضاء مجلس الإدارة. تفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. الحقيقة يمكن النهاردة من الايام السعيدة جدا بالنسبة لنا، لان بطولة اول مرة تدخل النادي الاهلي، وان احنا ده شيء بالنسبة لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا امل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والاداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، ان يكون ان شاء الله دي البدايه اللي احنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الامور عليكم، انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبة لكرة السلة بالنسبة للنادي الأهلي. وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنية والبدنية والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده أمر المفروض أكتر حاجة عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباريات اللي فاتت، الروح والقلب والتكنيك الفني وقدرة اللاعبين على تحويل الأمر لصالحهم في أي وقت من المباراة. وده أمر للرجالة، أمر مهم جدا. انتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، أعتقد بإذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الأهلي، أي بطولة جاية ممكن تكون موجودة جوه النادي الأهلي. ده بعلاقتكم كمجموعة، بحبكم لبعض، بإدارتكم كمجلس إدارة بيحاول يوفر لكم كل الإمكانيات اللي ممكن تنجحكم. ده دورنا، ومش هن مش هن يعني مش هنقف عند أي أمر يبقى مقنع طبعا ونستطيع من خلاله إن احنا نقدمه لأي فرقة، مش ليكم انتوا بس، لأي فريق في النادي الأهلي. لكن كمان بقى انت على عاتقكم ان كنتوا واجهه الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، انتوا واجهه لكل قطاع الناشئين الموجود، انتوا واجهه بتعلموا الناس من غير ما تدروا، بتعلموا التزام وانضباط اداء، بتعلموا حاجات كتير، روح. ودي المهمه اللي هي دي المهمه بتاعت النادي الاهلي طول عمرنا،
طول عمرنا من النادي الاهلي الناس كلها بتقول الاهلي ده قلب، الاهلي ده روح، طول عمرنا كده. وكمان بقى موجود فنيات وموجود مواهب وموجود اداره وموجود اداره فنيه كويسه، يبقى انتوا ايه اللي ناقصكم؟ مفيش حاجه ناقصه الحمد لله رب العالمين. تاني بالنيابه عن الزملاء في مجلس اداره بشكركم جدا على الروح وعلى الاداء. البطوله اللي فاتت اللي جاي هيبقى صعب، لان كل الناس تحب دايما الناس تحب يقول لك البطل ده، البطل ده احاول انا بقى اجرح البطل ده، احاول ان انا اخد من البطل ده. فهتلاقوا في كل مباراه ناس الالتزام ضدكم زاد والروح ضدكم زادت من كل المنافسين. انتوا لو ما كنتوش اعلى مش هتحققوا. لازم من دلوقتي كده تتعاهدوا مع بعض تكونوا اعلى في ادائكم وفي روحكم وفي قلبكم وفي روح الفانيله الحمراء اللي احنا لابسينها دي. لازم تكونوا انتوا اعلى من هذا القدر عشان تقدروا تنجحوا ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم لكن بشكركم، ودي بدايه. مش عايز دايما الناس الضعاف اللي يكسب بطوله يريح، اللي يكسب بطوله يكتفي. الكلام ده الناس الضعيفه، لكن الناس القويه واللي عندها ثقه في نفسها اللي بيكسب بطوله بيبص للتانيه، بيبص للي بعديها، بيبص للي بعديها بنفس القوه وبنفس الروح. بكرر شكر ليكم جدا، وشكر طبعا للاداره التنفيذيه وللنشاط الرياضي، لان كل الناس اللي شاركت في انجاز يعني بانجاز جوه انجازات جوه دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله.